عملنا استفتاء اليوم، من هو الفريق الأكثر تعرضا للظلم التحكيمي في السعودية؟ طبعا التصويت 62% يقولون الهلال، 38% يقولون النصر. أنت شو تقول بعد؟ يعني انظلم أكثر نادي انظلم الهلال. هلال. أنت شو تقول بعد؟ والله ما أتابعهم صراحة. ما أتابع. أبو بدر. الهلال. هلال. أنت شو تقول؟ لا أنت شو تقول؟ أنت أنت أنت. لحظة. طبعا مو الهلال. أنت شو تقول؟ طبعا والنصر. ليش؟ يا النصر يا فريق ثاني. ليش؟ بس معروف. تعرف الأرقام؟ معروف. أطلع لك فيديوهات مرقام. لأنه هو يقول إن. أنت تعرف الأرقام؟ هو شو يقول؟ يقول إن الهلال يفوز بالحكام العكس يعني. أنت تعرف الأرقام؟ مو بالأرقام ما أعرف. الحين طالعني طالعني كلمة. ما أعرف الأرقام والله. ما تعرف بالأرقام. لا. كم بلنتي انحسب حق الهلال؟ كم ايش دراني ما ادري ما اعرف النصر وايد بلنتيات احنا ويانا مع كم بلنت لا ما يصير ما تعرف كم بلنتي على النصر 22 جوله كم بلنتي على النصر خلنا من هذا تتكلم عن الموسم شلون مش هالظلم نتكلم اكثر ظلم على مدار التاريخ هو يقول مدار التاريخ مو بس السنه في مدار التاريخ اكثر فريق حصل على ركلات جزاء على مدار تاريخ النصر وين شبي بعد شو وين بالدوري السعودي الهندي بالدوري شبي بالسعودي أكثر فريق حصل إحصائية على ركلات جزاء على مدار تاريخ النصر تبي هالموسم 22 جولة عليك بلنتي واحد 22 جولة أربع لاعبين ينطردون ضدك في مباريات حاسمة 22 جولة أنا أظلم في 14 بلنتي ما انحسب للهلال 14 بلنتي ما انحسب هذه ارقام صدق هو قال انا يا حق عز حضر حضر زين حضر والله حضر راجع قايل يبقى في 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 فيديوهات في في, في شيء ما ما في, في فيديوهات في فيديوهات مطرشينهم لك حطهم لا ما مو لا لا في لا مطرشينهم لك حطهم اطلعهم لك قال نصر حطهم حط والله الاحصائيه طلبوا ما يراجعون لا الاحصائيه مدارس واقفه انت مراجع وياي ماكو انا اعطيه بالارقام الاحصائيه هذه كلها يعرفها منه ابو محمد مبارك الدوسري عسى الله يرده بالسلامه امين هني هذا يعرف احصائيه من اي دز حق خلي يدز والله ما دز احصائيه لا اي انا بيني وبينه وخالك خالك بيني وبينه وخالك خالك كاظم الخالق كاظمه لا يعرف السعوديه لا يعرف ما انجليزي بس كاظمه بس كاظمه يعني انت الحين تقول الهلال طيب اوكي شنو قاعد 60% بعد التصويت بعد استفتاء مبروك على التصويت لا مو مبروك التصويت يعني. مبروك بطل الدوري بطل ابطال اسيا شنو انا بطل اسيا مو مبروك التصويت شنو التصويت بطل اسيا انا بطل اسيا انا متسيد الدوري متسيد ولي العهد متسيد شلون؟ الملك شلون وين ولي العهد شنو وريناك عندي 13 لقطه يوسف ثنيان وريناك اياها لقطه يوسف ثنيان شافوها كل الناس شافوها كل الناس يبا مارادونا اساس كره القدم حطها بيده حطها بيده شات لاعب شكوى شنو لا تقول لي في لاعب ما غلط غلط اطرده مو اعطي كرت اصفر شنو انت مصدق والله تسولف اللقطه اللي حطيناها ولا ها هذه دور الثمانيه كانت بالكاس يعني واضح ما بيطرد اللاعب يوسف ثنيان ما ينطرد اوكي بس خلاص تاريخي ماشي اسطوره